السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم أصدقائي؟ اليوم إن شاء الله الفيديو عن كيفية التسجيل على جامعة الفرات. مثل ما بتعرفوا أنه جامعة الفرات فتحت التسجيل العام الدراسي 2019-2020. المفاضلة الثانية كانت فقط لطلاب اليوس اللي مقدمين هني على يوسا، فهلأ فتحت المفاضلة الثانية اللي هي مثل ما بتشوفي الأكيا على الشترم التوجيه إشلام لري، اللي هني المفاضلة الثانية. المفاضلة الثانية بتقبل فيها جميع اليوسات حتى بتقبل على الثانوي، فتابعوا معي التسجيل خطوة بخطوة مشان إن شاء الله تعرفوا كيف التسجيل. أول ما تفتحوا الرابط رح أحط لكم إياه أنا بصندوق الوصف، بيطلب منكم إنكم تحطوا الإيميل، فأنا رح أحط الإيميل، بعدين بتحطوا له إنتر. طبعا لا في معلومات حول هاي المفاضلة، انه المفاضلة مأجورة. هي الجامعة بتقول انه لازم تدفعوا 25، هو طالب بتدفع 50، فبفضل انه الطالب يدفع 50 ما يدفع 25 مشان ما يصير في اي خطأ. طبعا لما يحمل فورم التسجيل بده شوية وقت. طيب هلا اول شيء بعد ما تحطوا الايميل رح يطلع عندكم هاي الصفحة، بيطلب منكم انكم تحطوا اسم. انا رح احط اسم لعلى التعيين. طبعا الاسم والكنية بنفس الفراغ. بعدين يعني بيطلب منكم تحطوا الجنسية، فسوريا بتحطوا، وبعدين بيطلب منكم اذا في عندكم جنسية تانية طبعا ما رح نحطها. بعدين يعني بيطلب منكم مثلا الليسا اسم السنوية بتحطوها انتم، وبعدين بيطلب منكم انكم تختاروا الامتحان، فاما تختاروا سات او امتحانات دولية او امتحانات دولية اخرى او يوسات تانية. فاذا بدكم تحطوا يوس تاني بتحطوا العلامة هون، علامة ال مثلا نفرض 98 عفوا 89، وبعدين بتحطوا عدد الاسئلة الصح مثلا نفرض 67، وعدد الاسئلة الخطأ مثلا نفرض 20 او 30 بصير كمان، واللي ما تجاوب عليهم بتحطوا مثلا عددهم، وبتحطوا اعلى علامه كانت للامتحان اللي هي مثلا اغلب امتحانات اليوس بيكونوا 80، وبتحطوا اخفض علامه اللي هي 40 يعني ما بينجح باليوس، وبعدين بتحطوا لود دوكيمنت يعني انه ننزل شهاده الامتحان. شهاده الامتحان هون وقت بيفتح لكم نافذه ثانيه مشان تحملوا عليها الشهاده. طبعا مثل ما انتم شايفين انكم اختاروا ملف، انا راح اختار اي شيء بس هو بده يكون بدي اف حصرا، فانا راح احاول اني اختار مشكلة دول الملفات كلياتهم نتائج، راح احاول اختار مثلا هات ان شاء الله يمشي حال. طيب هلا بعد انتم ما تحملوا الملف بتحطوا بعدين الفاكولتي. طبعا مثل ما بتعرفوا انه ما ضل في كلية طب هون ولا كلية طب اسنان لانه تم قبولهم على يوس الجامعة بالمفاضلة الاولى، فنفرض مثلا كنت تختاروا رياضة تختاروا الكلية هون والفرع هون، بس لما يحمل شوي الملف لحتى يعمل هلا البولوم طلع اللي هو مثلا ادارة رياضية، وبعدين بتحطوا سيف يعني حفظ. طبعا هو شو قال لي؟ قال لي يرجم هذا الحقل، نحط له اي شيء، وبعدين بتحطوا سيف لنشوف. طبعا بيقول انه حمل هذا. بعد ما تحملوا انتوا هيك لازم يطلع عندكم دفع. طيب راح احمل عشان افرجيكم طريقة الدفع. نشوف طبعا التسجيل على هاي الجامعة هو سهل بالبداية، بس طريقة الدفع شوي معقدة، بس بالنسبة لطريقة دفع الجامعات الأخرى هي يعني بتكون أسهل، لأنه مثل ما بتعرفوا أن الجامعات الأخرى مثلا بيقول لكم روحوا على البنك وادفعوا، لا هون الدفع أونلاين، فيعني الواحد لازم يكون عنده كارت بنك أو كارت يعني كارت إنينال أو أي شيء مشان يقدر يدفع للجامعة. سو هلا نحن عبينا الملف عم نحمله،
بده ياخذ وقت شوي. واهم شيء يكون البي دي اف، الملف اللي بدكم تحملوه هو بي دي اف مشان ما يكون في اي خطا. طبعا ان شاء الله رح ننزلكم كمان، مثل ما بتعرفوا انه فتح التسجيل على السكن الحكومي، ولكن حاليا فتح للاجانب. رح ننزل ان شاء الله فيديو بكيفيه التسجيل على هذا السكن، فتابعوا ان شاء الله الفيديو هذا وحطوا لايك على هذا الفيديو واشتركوا بالقناه مشان ان شاء الله، وتشاركوا هذا الفيديو مع رفقاتكم مشان يستفيد الجميع ان شاء الله من المعلومات عم ننزلها. طبعا هو راح ياخذ وقت شوي. تمام، تحمل، شايف في مساء قال انه تحمل، وبعدين بتحطوا سيف يعني حفظ. اوكي، هلا قال لي انه انا اذا لازم كمل التسجيل ويعتبر انه تسجيلي يتقيم عندهم لازم ادفع 50. فاللي بعمله انه بكبس هون بالازرق على مكان المربع الازرق، ياخذني على صفحة الدفع. اوكي، يبدو انه في مشكلة عندهم بالسيستم. اوكي، عفوا، بدكم تحطوا على المكان المربع الزهري. انا حطيت انه بدي انا اعدل بالمعلومات، فلهيك اخذني يعني على صفحة غير الصفحة المطلوبة. طبعا هلا شايفين مثلا قال لي اول شيء بتحطوا الكارت، رقم كارتكم، بعدين بتحطوا اخر تاريخ لاستخدام الكارت، وبتحطوا الرقم الامان، هو بيكون 3 ارقام، وبيقول لكم انه لازم تدفعوا 50، وهون بعدين بتحطوا جندر وبتدفعوا. هيك بيكون انتهى التسجيل على جامعة فرات. بتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، لا تنسونا من دعائكم كمان، وحطوا لايك على هذا الفيديو واشتركوا بالقناة، لا تنسونا من الدعم، لانه والله صراحة يعني بالفترة الأخيرة خف الدعم شوي. فإن شاء الله إذا في عندكم أي استفسار أو تعليقات اكتبوه على بتعليق على هذا الفيديو، أو بعتونا على صفحة الانستغرام اسمها تعلم على الماشي، نحن هنيك إن شاء الله بإمكاننا أن نساعدكم ونرد على تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.